عن اتحاد كرة القدم او عايز تتكلم عن القوايم، قلت يا جماعه احنا هنفتح القيد المحلي يوم 29. شكرا، اشكرك، متشكرين جدا. وبعدين على اي اساس؟ يعني دلوقتي كابتن محمود الخطيب المشرف على الكره في النادي الاهلي، رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف على الكره، قاعد مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وقاعد مع مارتن لاسارتي، وقاعد مع لجنه التخطيط، وبيعملوا الفرقه او بيعملوا ال 25 ولا ال 30؟ يعني هم بيكتبوا الاسماء، هيكتبوا ايه؟ 25 لاعب ولا 30 لاعب؟ لاسارتي وهو بيختار لما يجي يسال كابتن سيد عبد الحفيظ يقول له يا كابتن سيد احنا الموسم السنه دي القايمه 25 ولا 30؟ مواليد 97 معانا ولا مش معانا؟ هيتم قيدهم في يعني هتلغى المسابقه بتاعتهم ويتم قيدهم فريق اول ولا مش هيتم؟ افرض هو عينه على حد وعايز يقيده. اللاعب السوري عايزين نجيب لاعب سوري مثلا، مثلا يعني النادي الاهلي ما بيفكرش او انا ما اعرفش يعني ايه اللي بيحصل، لكن النادي الاهلي عايز يجيب لاعب سوري مثلا، مثلا يعني عشان بس ما حدش ياخد من لساني ويقول لك احنا النادي الاهلي بيدور على لعيب سوري. لا انا بقول كمثال يعني. النادي الاهلي عايز يجيب لعيب سوري، هل هيقيد محلي او ان هو يعامل معامله المصريين ولا لا؟ محدش فاهم حاجه، محدش عارف حاجه. بالمناسبه دي لوائح للموسم القادم، مش اللي احنا فيه ده. اللي احنا فيه ده خلاص هينتهي بالطول ولا بالعرض بعد اقل من اسبوعين. اللي هيكسب هيكسب، كل ده هنتكلم فيه بعدين. ولكن الموسم اللي جاي كمان عايزين تحطوا الناس، تخلوا الناس مرتبكه وتخلوا الناس قاعده في اللي او شايفه اللي بيحصل ده كله وساكتين. كل الانديه بتسال بعض وبتبعت لاتحاد كره القدم، هو في ايه يا جماعه؟ واحنا هنأيد ازاي السنه الجايه؟ هو احنا هنعمل ايه السنه الجايه؟ وفتح باب القيد ده هيبقى يومين، هيبقى يومين، مش كده يا جماعه؟ يعني من فضل حضراتكم الانديه دي بتصرف فلوس، مش بتطبع، بتصرف فلوس، بتاخد فلوس، بيجي لها فلوس من اعلانات، من سبونسرز، من شركات راعيه، من اي حاجه، وبتاخد يعني كل واحد بياخد الفلوس دي وبيحاول يطور من فريقه. فمن حقهم يكون عندهم فرصه ان هم يسوقوا بقيه اللاعبين. طيب هل سيتم تسويق بقيه اللاعبين ازاي؟ حد يقنعني كده ازاي سوف يتم تسويق بقيه اللاعبين؟ ازاي؟ حد يقول لي، حد يقنعني، حد يجي يقول لي كده لا انتوا من دلوقتي سوقوا. طب من دلوقتي نسوق، افرض احنا حد محتاجينه في المباريات القادمه، بقيه مباريات الدوري العام السابق. وبعدين كل الانديه دلوقتي تبتدي تستف لاعبتها. يا جماعه هل الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام مش منطقي؟ هل احنا بنسال اسئله غريبه؟ اسئله محرمه مثلا؟ احنا بنسال اسئله طبيعيه جدا. النادي الاهلي عايز يعرف، انا بتكلم او يعني انا لما باجي اتكلم بشوف اللي النادي الاهلي، طبعا بقيه الانديه 100%، يعني انا اتكلمت مع كذا مدير فني، الناس مرتبكه جدا. بدا يعني النادي الاهلي مثلا عمل ايه؟ مستر مارتن لاسارتي خد كل اللاعبين معاه معسكر اسباني. ما هو بالمناسبه برضو الكبير دائما هو اللي بيتحمل المسؤوليه، يعني لو عندك الكبير، الكبير دائما هو اللي بيتحمل المسؤوليه. فانا مش فاهم اللي بيحصل ده كله معناه ايه وليه. طيب يعني سيادة العميد ثروت سويلم، عايزين لائحه تقول لنا او تقول للانديه ايه اللي هيحصل الموسم اللي جاي قبل يوم 29. ايه قبل يوم 29 ازاي؟ ده المفروض امبارح قبل النهارده، المفروض امبارح قبل النهارده. يا جماعه هو هل اللي بيحصل ده طبيعي ولا مش؟ انا مش يعني انا ساعات كده الواحد بيقعد يفكر ويشوف ايه اللي بيحصل، يلاقي ان هو يا جماعه انا بتكلم كلام منطقي جدا. النادي الاهلي عندما يطلب بيطلب طلبات منطقيه، لا يطلب اكتر من حقه ولا من حق اي نادي اخر. لما قلنا الكلام ده قبل بدايه كاس الامم الافريقيه باسبوعين، قلنا لكم يا جماعه ما الانديه اللي ما لعبتش تلعب ونخلص، الانديه اللي ما لعبتش تلعب ونخلص. لكن احنا اجلنا المؤجل، اجلنا المؤجل، اللي اتاجل اجلناه تاني، يعني اضرب في اتنين.
فهل اللي بيحصل ده يا جماعه شايفينه حضراتكم طبيعي؟ لو انتوا شايفينه طبيعي او الناس شايفاه طبيعي خلاص، يبقى احنا يا جماعه بنتكلم في حته تانية. لكن يا جماعه ما تيجي تقعد تفكر كده، هو الماتش اللي جاي او الموسم اللي جاي اول مباراه في الدوري النادي الاهلي هيلعب بمين او هيلعب ازاي؟ طيب 25 ولا 30؟ 25 لاعب ولا 30 لاعب؟